حسب آخر إعلان لوزارة التخطيط التي أكدت فيها بأن موازنة العام الحالي تتضمن نوعين من المشاريع الخدمية، الأولى مشاريع مستمرة على قيد التنفيذ وأخرى متلكئة تصل إلى 1400 مشروع، مبينا إن الأولوية ستكون للمشاريع المستمرة مع استئناف العمل بالمشاريع المتلكئة بعد معالجة أسباب التلكؤ أو التوقف، وإدراج مشاريع جديدة ذات أولوية تنموية بحسب قدرات الجهات التنفيذية في أداء التزاماتها المالية مع المشاريع السابقة، إذ أشارت أيضاً إلى أن المشاريع الخدمية بحسب أولويات البرنامج الحكومي هي مشاريع المدارس والماء والصرف الصحي والمستشفيات. مشكلة الأهالي مع سوء الخدمات هي قصص مأساوية لا تنتهي، إذ لا نرى في الأفق حلاً لها، بل على العكس فإن القصص تتفاقم وتتكاثر، فمن لحظة خروج المرء من بيته يصدم بتشكيلات من صور سوء الخدمات كالشوارع المليئة بالحفر وطفح مياه المجاري والروائح الكريهة. وعلى الرغم من سماعنا ومشاهداتنا للمظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات والمطالبات والشكاوى وحالات التذمر وإحالة فلان الفلاني إلى القضاء وأمر المسؤول الفلاني بإجراء تحقيق، لكن مع كل ذلك لم نشهد تغييرا حقيقيا. لبرنامج استوديو الناس، ياسر البياتي، قناة الفلوجة.